أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول: أنا امرأة كان في الشهور الأولى وينزل معي سائل أصفر أحيانا وأحيانا فيه كدرة، هل أعد هذا السائل والكدرة استحاضة أم لا؟ الحامل لا يعني إذا كان فيها حمل فإن هذا يعتبر اللي يخرج منها إن كان دم فهو نزيف دم فساد، وأما إن كان أهو دم فهذا يعتبر من السوائل النجسة التي تنقض الوضوء، فعليها أن تستنجي إذا خرج منها شيء تستنجي وتضع شيء على المخرج ثم تتوضأ وتصلي، هذا لا يمنع الصلاة لأن الحامل لا تحيض، والذي يخرج منها من الدم هذا يسمى نزيف دم فساد لا تترك من أجله الصلاة لكنه ينقض الوضوء.